السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة شوف الواقع تي في. اليوم من مراكش مع واحد السيدة من منطقة سيدي يوسف بن علي تتعاني مع الطليق ديالها وبكل أنواع الخطر هي تتعرض ليه معاه، وبغيناها تقول لنا شنو اللي تتعاني معاه السيدة. اول حاجه السلام عليكم وشكرا لكم على المجيء والعناء اللي كنتو تجيو لعندي وتصوروا معايا، كنشكركم بزاف. انا خوتي معرضه للخطر وخايفه، لانني الزوج ديالي الطليق ديالي كان لانه بعدا هو اول حاجه انسان خاطر وانسان غير مسؤول وانسان عنيف لواحد الدرجه ما غاديش تقدروا تخيلوها. والبارح وقع لي واحد المشكل ديال انه البنت لانه كانت عنده عام باش طيها ليا ما كانش تيخليني لا نشوفها لا تجي لعندي لا تقعد معايا لا نتواصل معها لا نهضر معها لا نهائيا، وكانت وقال لي باش باني نرجع ليه. انا بقيت تنسير فيه في الهضره حتى جاب عليا البارح. منين جاب عليا انا كنت في الخدمه وتنتفاجئ بانهم دوروا لي دورات لي بنتي كتبكي اخرى ماشي هذه الاخرى بنتي رميصة وكتبكي، قالت لي راه ماما راه دخل علينا دخل عليهم ضربهم هما والام اللي مربياني ضربها حتى هي وقلع عليهم تليفوناتهم وهز بنتي جبتها من شعرها ودها معاها للدار وسدت عليها. انا فاش قالوا لي هكا فقدت الاعصاب ديالي ومشيت للمحكمه وبديت نناشد في الناس المسؤولين، وسي الوكيل عطاني برا وصيفطني لعند الجندارم، والجندارم مشاو جابوه اللي على حساب اللي مسؤولين على حساب السكنه ديالو الجندارم ديال سيدي غياث، ومشاو جابوه وشدوا ليا من عنده البنت ديالي، ودابا كيهددني لانني فاش جبت البنت كيهددني بالقتل وبالتشويه وتيهددني بالاولاد ديالي. دابا انا تنطلب الناس المسؤوله والجمعيات، كنطالب بالجمعيات ديال حقوق الطفل والجمعيه اللي تتحمي المراه اي جمعيه اللي كاينه تتحمي في هذا الشيء، تنطالب الجهات المسؤوله وكنطالب سيدنا انه يوصلوا هذا الميساج ويعرف انه راه المراه المطلقه كتعنف وكتعرض لجميع الانواع العنف وجميع انواع السب والشتم والقذف من طرف لا المجتمع ولا اللي تيكون مزوج بها. انا دابا معرضه للخطر، انا الهدف ديالي دابا انا الجمعيات انهم يجيو يحميوني، والسلطات كنجد السلطات حتى هي باش انهم يحميوني من هذا السيد لانه كيعرفوه وكيعرفوه مجرم، وهذا السيد هذا فايت ليه قتل روح لانني انا ما عرفتش انه كان قتل الروح، فايت قتل الروح وتيتجر في المخدرات حياته كلها هو تيتاجر في المخدرات، لدرجة أنه فاش كان مزوج بيا كان تيزيدني نتاجر معاه في المخدرات، وأنا ما باقيش بغيت أنا اللي بلغت به وقلت لهم بأنه هاد السيد هذا كيتاجر في المخدرات وكيزيدني أنني نتاجر فيهم، ما بغيتش أنايا هاد الشيء. وأنه مشى تقبت في الحبس ومن موراها خرج وعاوتاني بديت معاه المعاناة. أخوتي المغاربة أنا راه عييت عباد الله، راه هاد السيد كيهددني وانا خايفة منه، انا راه ما عندي حتى شي حد، ما عندي لا خوت لا حتى شي حد ولا اللي بغا يحميني، انا راهي بوحدي عايشة مع هاد الوليدات ربعة الولاد. عباد الله راه انا راه خصني اللي يحميني، راه الجهات المسؤولة خصهم يشوفوا في هاد الشيء، راه قضيتي قضية خصها تكون قضية رأي عام لان راه فيها ربعة الولاد، راه ربعة الولاد اللي غادي من هنا لقدام حتى هما راه غادي تكون عندهم مهمة في هاد المجتمع، ولا الناس ما ولا مجموج هاد المسؤولين ما انتبهوش لهاد الشيء هاد الولاد هادو كي غادي يكبروا راه ما غاديش تكون عندهم حتى شي عقليه، ولا غادي يكون حتى هما غادي يكبروا في المشاكل وغادي يكبروا في الخوف وغادي يكبروا في القمع، ما غاديش يقراو غادي يكونوا مقموعين في الحياه وغادي يكونوا شي حاجه اللي غادي تضر المجتمع. هاد الشيء راه ماشي في الصالح تاع المجتمع، انا كنطلب الحمايه من الجهات المسؤوله. انا عباد الله راه ريتيما، انا راه ما عندي حتى شي حد، راه ما عندي والو، ما عندي انا اصلا يلا عرفت والديا، عرفت يلا عرفت الاب ديالي، واحد الانسان اللي مسؤول في هذه البلاد هذه هو ما تحت ما معترف بيا، وانا باقي دابا تنعاني حتى في هذا المشكل هذا. انا عباد الله انا ما عرفت واش نقابل دابا ولادي ولا نخرج نخدم عليهم ولا نشوف لهم محامين ولا نحميهم، دابا انا اش بغيت ندير؟ انا عباد الله انا راه ما عندي تعبت، انايا تنطالب الجهات المسؤوله، انا مزاوغه لكم في الله، الجمعيات لما وقفوا معايا راه هاد الانسان خطير، راه هاد الانسان انا راه خايفه منه، انا راه هاد الانسان هذا وليت خايفه حتى على ولادي، راه ولادي ولاو مرعوبين، راه بنتي البارح جايه للمدرسه
قالت لي ماما راه الموتور اللي سمعته من مورايا تيتصعب لي، واش هو؟ قلت لها ماما بغيت قلت لك قال لولادي هكا، قال لهم غادي نعيط لامكم راسها عينها غادي يلعب لهم بهم البي بحال هكا، بناتي تيقولوا عليا دابا وخايفين. دابا هاد الانسان هذا بيعقد ليا ولادي وبيمرض لي حياتي وبيمرض لي حتى ولادي. انا مزوقه فيكم الجهات المسؤوله كنجدكم الا ما وقفوا معايا، راه هاد السيد هذا رانا راه في خطر، راه كيهددني، راه انا في خطر، راه نقدر نتعرض، دابا انا معرضه للقتل في اي وقيته، معرضه للاختطاف في اي وقيته. انا دابا خايفه، راه الجهات المسؤوله خصهم ياخذوا بعين الاعتبار ويشوفوا هاد السيد هذا ويدخلوا ليا في هاد القضيه هادي، لانه هاد السيد راه خطر. واش واحد قاتل روح، واش ما راه يقدر يدير اي حاجه، اي حاجه يقدر يديرها، مادام انه ضرب كاع ولادي. انا ولدي عنده 4 سنين، وبن البنت الاخرى عندها 12 عام، وبنتي هادي عندها 9 سنين، كلهم ضربهم، وضرب الام ديالي البارح اللي مربياني كلهم ضربهم وعطاهم العصا وقلع عليهم تليفوناتهم. والناس البارح فاش انايا مشيت بلغت به قلت له انت التليفونات ما عطاهمش ليا، ودابا انايا كنطالب الجهات المسؤوله، لانه دابا الانتقال تاع بنتي، دابا بنتي هي قاعده في المدرسه لانه مقيده في المدرسه هو، فاش قلعها ليا هاد العام اللي كانت عنده كان قيدها هو في المدرسه، لانني ما كانش عندي حتى شي تواصل، ما كنت حتى تنشوفها، كان حارمني منها، منع نشوفها. قال لي الشرط الوحيد الا بغيتي تشوفي بنتك وتبقاي عايشه بسلام ترجعي ليا. واش انا بغيت نرجع ليه صحه؟ انا راه تنخاف منه، انا راه مرعوبه، انا دابا هي تنجبد سميتو تنترعب، تنخاف منه، انا تنخاف من هذا السيد هذا، راه يقدر يقتلني، راه دوز عليا جميع انواع العاده. فاش كنت مزوجه به البشعه كان تيدير ليا فيديوهات خالعه، تيقول لي سلتي حوايجك وقولي سميتي رجاء وقولي سميتي وقنيتك، تيقول لي ولا درتي شي حاجه مشيتي هربتي ولا خليتيني غادي نشوهك، باش حتى شي واحد ما غادي تكوني معاه من غيري. انا هاد السيد هذا بغى يسيطر عليا، هاد السيد هذا استغل اليتم ديالي واستغل انني بوحدي وما عندي حتى شي حد وقهرني. انا تنطالب الجهات المسؤولين يشوفوا وياخذوا بعين الاعتبار ويوقفوا معايا. انا مزوقه لكم في الله، الا ما انا ما عندي حتى حد، انا عندي انتم عافاكم، انا راه ما عندي حتى حد، راه ريتيما انا جيت عند الله وعندكم. انا تنطالب الجهات المسؤوله وتنطالب بسيدنا وسيدي الحم وسيدي حتى هو وجميع اي واحد عنده شي علاقه باي جمعيه يحميني. انا مزوقه فيكم الا ما وقفوا معايا، راه انا راه مقهوره.